السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كدايرين احوالكم اليوم؟ ان شاء الله عندي لكم واحد شامبان ديال البصله. باغا نديرو شعري انني، لانني شحال هادي شعري ما كانش كيطوال، ما كانش دابا راه بدا كيطوال. شعري انا ما كانش كيطوال، كان ديما احدو لهنا. وفيت دايره هاد شامبان ديال البصله، ولكن مده ما عرفتش درته، ولكن هاد المره ان شاء الله شريته. من الاحسن شريو هذا بروفيسيونال، هذا كيتباع في الميركادونا، هذا غزال. وضرو فيه البصله زعما هذا اللي تبعتوه، هذه التجربه. انا شعري ديما كان قصير، ما عمره كان طويل، ولكن هاد شامبان زعما الصراحه على التجربه دايره انا، واذا تبعتوه انا متاكده بان شعركم غادي طوال، ما يبقاش يطيح وغادي يزيد يخلف عاود، لان غزال 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 هاد شامبان. حاجه وحده غتشدو غير البصله، غتقطعوها زعما وصفه سهله زعما الصراحه. بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع زعما ما عجبنيش بزاف، واحد الموضوع قال لك مني شنو نقول لكم، ديال مي زهره ماتت الله يرحمها مسكينه، وكل شي ناض كيهضر عليها يهضر عليها يهضر عليها، ما فهمتش انايا زعما الصراحة. هي ما قتلتها، لا ما قتلها لا وباء لا شي حاجة، هي ماتت مسكينة بالفقصة. انا نقول لكم شنو كاين من الاخر، ماتت بالفقصة، ولدها مشدود، بنتها ما عرفتش وقيلا نتاح راس، انا ما فهمتش، المهم سامعة شي حاجة بحال هكا. المهم هي قتلتها الفقصة، مسكينة كانت ما مرتاحاش. انا شفتها مع ام حليمة، ومسكينة ديما كاعية ديما زعما في شكل زعما الصراحة. هي بقات فيا الله يرحمها، ترحموا عليها، بنادم دابا خصو يترحم عليها، ماشي يبقاو عليها الهضرة من فوق راسها، الهضرة لها المرا ماتت مسكينة الله يرحمها، والناس كيهضروا عليها يهضروا عليها. واش بغيت نقول لكم عاوتاني، هي كانت كطلب باش الناس ينوضوا يساعدوا اصحاب القنوات الكبرى، تا واحد ما راضي يساعدها، ودابا عاد جالسين كي باش يربحوا الملايين من مورا ظهرها. قطعوا البصله، واخا هضرنا على هذا الموضوع، الله يرحمها مسكينه زعما الصراحه بقات فيا بزاف، مي زهره بقات فيا بزاف، لان باينه عليها واحد الانسانه خلوقه، واحد الانسانه مزيانه، وبقات فيا بزاف زعما كاين زعما تعازينا لبنتها وولدها من هذا المنبر، تعازينا ليهم. وقوت الهضرة، وصحاب القنوات ملي كانوا طالبين ديك المساعدة باش يوقفوا مع المرأة، هاي خلاوها حتى ماتت، عاد قوات الهضرة هضرة الهضرة الهضرة بزاف باش يربحوا الملايين من مورا ظهرها. هادشي اللي كاين دابا، دابا عاد قاسم كيديروا في الفيديوهات، ويديروا في باش يربحوا فلوس من مورا ظهرها. حشومة عليهم، حشومة عليهم، لأن المرأة ماتت، ترحموا عليها، يديروا لها قران، يديروا شي حاجه اللي مزيانه. المراه ماتت دابا، كان عليهم وقفوا معاها ملي كانت باقا بالحياه، ملي كانت باقا خاصه المساعده نيت. اما دابا الله يرحمها، وهي ما قتلتها، ما قتلها لا وباء لا والو، قتلتها قتلها الفقصه، الفقصه ديال الناس، الفقصه ديال انا كنت كنشوفها في القناه ديال ام حليمه، وكنشوفها مسكينه ما مرتاحاش مفقوصه وهادي. انا من المتابعين ديال ام حليمه زعما الصراحه، كتعجبني القناه ديالها، كنتفرج فيها، ما عندها شي واحد لا يعطيني شي حاجه ولا نعطيه، ولكن مي زهره مقتلتها الفقصه، قتلتها الفقصه، وقتلتها الحزن، قتلها الحزن، الحزن على ولدها على بنتها على شحال من حاجه. وكانت باغا مساعده، وتا واحد موقف معاها، اصحاب القنوات كاع موقفوا معاها، راه ماشي والله يرحمها الله يرحمها، الله يجعل مثواها الجنه ان شاء الله. وقوت القال، كل واحد شنو كيقول، كل واحد دابا انا راه شفت شحال من واحد، كل واحد اش كيقول عليها، حشومه المراه ماتت الله يرحمها صافي، بغيتو تصدقوا عليها بشي حاجه بالقران بشي حاجه اللي مزيانه. المهم كديروا البصله هكايا، وي كديروا البصله
شو هاد البصله مزيانه هنايا كلها هكايا راه من بعد هذا راه خاص غسلو بيه من غديروا ديك الماسكاريه ملي تغسلو بيه ملي كتكون فيه واحد الريحه ولكن ملي ديروا الماسكاريه شعركم راه ما تبقاش حتى شي حاجه ديال الريحه واخا تشموا الريحه تقولوا لا تبقى فينا ولا هذه راه ما تبقاش الريحه والو تحيد ايوا هانتوما وهذا راه تخليوها 15 يوم تخليوها 15 يوم تبقاو كل مره تحركوها ديروا لها هكايا وتسدوا وتبقاو كل مره ديروا لها مره ديروا لها هكا مره ديروا لها هكا مره 15 يوم عاد تقدروا تغسلوا بها حركوها مزيان نتليكم شعركم طوال نوض لكم الخلفه في شعركم يعني يزيد يقوى والشعر زعما سقورو هادي انا قلت لكم راه شعري كنقسم ما كيطوالش بالجروب وانا غندير قدامكم هادي راه دايراها ليا دابا انايا شاري هذا من المركادونا وغادا نديرو وديرو من مورا الماسكاريه ديرو من مورا الماسكاريه صافي راه ما كيبقاش الكريم هذاك ما كيبقاش الريحه ما كتبقاش ديال البصله هي في الاول ملي تغسلو بها تشمو الريحه مجهدة انا راني بديت نبكي ايه واش غنقول لكم تعازينا الاولاد امي زهره تعازينا الاولاد امي زهره والله يرحمها والله يوسع عليها والله يجعل مثواها الجنه ودعوا معاها ديروا القران ديروا ماشي غير باش طلعوا الفلوس من الناس المراه ماتت ما خاش بنادم يبقى يهضر عليها الهضره ماشي هي هذيك ولا الله يرحمها ولا ما قتلاتها حتى شي حاجه لا وباء لا شي حاجه الفقسة مسكينه كان عندها مشاكل عندها ولدها في الحبس عندها يعني عندها بزاف المشاكل يعني كان عندها ولدها في الحبس عندها بزاف المشاكل والفقسة راه كتقتل شحال من واحد الفقسة غير الفقسة وهذه راه بنادم حزينه كانت حزينه انا شفتها حزينه عند ام حليمه ولا قناه ام حليمه كان زعما حزينه زعما الصراحه واش غنقول لكم الصبر 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 تاع عزيره المحلمه تاع هي كانت صاحبتها واش غنقول لكم الله يصبركم والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله وما تنساوش ما تنساوش ديروا شامبون ديال البصله انتم شامبون ديال البصله راه زعما واعر 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 من الاحسن هو راه كيتباع ماشي ما كيتباعش كيتباع ولكن ماشي بحال كديروه في الدار ناتو راه ديروه في الدار زعما هذا انا راه شريته وما وافقنيش قلت بلا ما بقى نديروه في الدار شريته وما ماشي بحال اللي كدير غير هكا غير بالبصله راه كاين اللي كيدير معاه حوايج اخرى ولكن غير بالبصله انا بعدا التجربه ديالي مزيان 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 ايوا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله باي باي